والإثارة على أرضية هذا الميدان. انطلاق الشوط الخاصي بالأفكار المهجنات الأصايل من خلال المنافسة في هذا النوع المميز الذي يعلن انطلاقه هنا ولمسافة الأربعة كيلو مترات في هذا الأداء المتميز. نذهب بحضراتكم إلى المقدمة وإلى الصدارة لنتابع انطلاقات هذه النوعية الممتازة التي تتواجد في أرضية الميدان. المركز الأول طماش تأتي على المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن سيبر محمد النهيان محمد بن غريب بن راشد الاجتبي الذي يقودها، بينما في المركز الثاني شاينية على المركز الثاني لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. انتقالنا إلى المركز الثالث ومبلشة في المركز الثالث لهجن النايفات وراشد بن حلفان المري الذي يقودها، بينما تأتي شادن على المركز الرابع أيضا لهجن النايفات راشد بن حمد بن حلفان المري في التضمير. انتقلنا الى المركز الخامس وشايني في خامس المراكز لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم علي بن يمع الغويس في المتابعه. وفي المركز السادس تتواصل افراح في سادس المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع. انتقلنا الى المركز السابع في هذا الانطلاق وصايف تأتي في المركز السابع لسمو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان النهيان عوض بن مبارك المهيري الذي يتابع هذه الانطلاقة. وفي المركز السابع مع التواجد لمزنة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم علي بن يمع الغويص الذي يعلن انطلاقته هنا مع هذه التحديات على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله المراكز الأولى المتقدمة التي تعلن انطلاقها وسيرها أيضا في هذا التحدي وفي هذا المسار المتميز. يا سلام التغيير على المقدمة، المقدمة وصايف تأتي على المركز الأول وتغير لسمو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان النهيان مع عوض بن مبارك المهيري. ما شاء الله بهذه الانطلاقة وهذا الشعار المميز الذي ينضم إلى قافلة شعارات التميز في هذه الرياضة العربية الأصيلة. المركز الثاني شاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وهنا على المركز الثالث وجود الشادن، على المركز الثالث لهجن النايفات راشد بن حمد بن حلفان المري في التضمير، بينما على المركز الرابع الشايني في رابع المراكز لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن يمع الغويس. وعلى المركز الخامس تظهر إثارة طماشة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النايان محمد بن غريب بن راشد الذي يتابعها، ولكن تتدخل مبلشة أيضا على سادس المراكز لهجن النايفات وراشد بن حمد بن حلفان المري. مع هذه الانطلاقات نعود ونستكمل أيضا المركز السابع ووجود المركز السابع مزنة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم علي بن يمع الغويس، وكذلك تتواجد في هذه الانطلاقة الشاهينية أيضا لهجن العاصفة التي تصل في المركز الثامن وتاسعا. هنا الدخول في هذه الانطلاقات أيضا العاصفة مع وجود الشاهينية في المركز التاسع. وفي المركز العاشر أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع. هذه المراكز هنا التحدي والإثارة، ونحن الآن في استقبال آخر كيلومتر من هذا المسار. ما شاء الله وتبارك الله الشاهينية تتصدر والعاصفة تقود أيضا هذه القافلة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار إلى المركز الأول. مزن تأتي على المركز الثاني لسمو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان النهيان عوض بن مبارك المهيري. ما شاء الله الشاهينية على المركز الثالث لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، وهناك مبلشة لهجن نايفات وراشد بن حلفان المري الذي يقودها، بينما في المركز الخامس أيضا الشاهينية على خامس المراكز لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، وهناك الدخول الذي يبدو أيضا للشاهينية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. انطلق الجميع، انطلق الجميع ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء، والكل اقترب، الكل اقترب من الصدارة
والصدارة عاصفية، الصدارة شاهينية، الصدارة في هذا الانطلاق هناك تقودها الشاهينية على المركز الأول محددة أيضا انطلاق المقدمة بلا منافس. يا سلام يا سلام، تهانينا والناموس من هذه الانطلاقة إلى هجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا غياث الهلالي ما شاء الله وتبارك الله. أبشروا يا جماهير العاصفة، الأمور إن شاء الله كلها مميزة مع انطلاقات هذا الشعار وعشاقي هذا الشعار المميز. تهانينا والناموس الشاهينية لهجن العاصفة، المركز الأول، المركز الثاني، والمركز الثالث، والمركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة، بينما في المركز الخامس تتواجد هبايب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع جاسم بن سالم المسافري. هذه المراكز، ولكن نعود إلى التوقيت، نشوف التوقيت الزمني. هذا هو التوقيت الزمني، 6 دقائق وثانية واحدة. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي، بينما المركز الثاني وصلت أيضا الشاهينية ما بتوقيت زمني 6 دقائق 3 ثواني 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والمركز الثالث كان أيضا يحمل الشعار العاصفي بتوقيت زمني 6 دقائق 4 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس.